عن ليلة القدر تلقى ينضيد يبارك ربي تبارك وتعالى يتفيس ربي تبارك وتعالى يد سورة القرآن الكريم اسمه سورة القدر لغينا ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وكان هندي ذات ليلات لإسبارك ربي تبارك وتعالى اسمه ليلة القدر أشكر ربي تبارك وتعالى الزقزقيس القرآن المبارك الكريم الزقزقيس فرقة النبي صلى الله عليه وسلم غين في إسكار ربي تبارك وتعالى بركة إضيدات إخيرت فضلت في كل ليالي دوضان وسقواز إضيدات تنتا أرقسي تقدر ربي تبارك وتعالى أرقسي تارى كل ما رجرو وسقواز لديوش كان إن ربي تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا وكان غنفتي في ربي تبارك وتعالى الجزء جزء القرآن الجزء التيرا ربي تبارك وتعالى المقادير والجزء كله عني فركي ومسلم أي ما يقند تقواتنس باش هيو الفضل نضيداد الليلة يد أدور عجز أساسي اسمه قول أساسي تليب ومسلم وبراو والسنة القرانين رمضان العشر الأواخر رمضان أغران نيق ومسلم تقواتنس يجتهد آية والخير نضيداد ليوتين الخير نس الخير هو ألف ويور ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر أدول عجز ومسلم أنك تقواتنس إميغ يعتمد في ربي تبارك وتعالى يتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم باش أي مقير ضيدة وكان يشكد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي سقسى أمونا عائشة فلسي ربي تبارك وتعالى الناس يا رسول الله يغسنك ضيد لي قناية القدر ما رتيني الناس النبي صلى الله عليه وسلم رتيني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني عن ضيدة دي فولك أقس الدار بنادم ربي تبارك وتعالى زلت الدعاء يد ليديوش كان في النبي صلى الله عليه وسلم